لمزيد من القراءة والتحليل معنا هاتفيا الأستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل. أهلا بحضرتك معنا أستاذ ناجي. بداية، قراءتك لمشهد عرض برنامج الحكومة على البرلمان. يعني هو النهاردة كان يوم تاريخي بالنسبة للبرلمان، وأيضا يوم تاريخي بالنسبة للحكومة المصرية، وأيضا بالنسبة للشعب المصري، لأن في العاصمة الجديدة كان البيان الأول للحكومة الجديدة التي استعرض فيها الرئيس مجلس الوزراء خطة حكومته لكي ينال بعدها ثقة البرلمان، التي سوف يعني شكل لجنة من رؤساء المجلس لكي يعد تقرير عن هذا البرنامج الهام. برنامج تكسير مدبولي يعني كان مليء بالملفات الهائلة، وهو لم يخرج كثيرا عن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي اعطاها له في صدر تكليفه عندما وجهه تكليف الحكومه. الدكتور مدبولي اهتم اساسا بالمحاور الثلاث التي كانت في صدر تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي له. اهتم بمحور بناء الانسان، اهتم بملفات الامن القومي، اهتم بملف العداله الاجتماعيه، اهتم بملف الثقافه والوعي والمشاركه السياسيه والاصلاح الاقتصادي، جاء على رأس أولويات حكومة الدكتور مدبولي. وفي نفس الوقت هو كان واضح وصريح أنه هو سوف يدفع للبرلمان بالمشروعات للإصلاح السياسي، والدكتور مدبولي كان واضح تماما أنه سوف يعني يعطي أولوية أولى لكي ينفذ خريطة الطريق التي يعني أرسلها إليه الحوار الوطني في شكل مخرجات الحوار وتوصياته. لذلك المحاور المهمة، المحاور السياسية والاقتصادية والثقافية والمجتمعية، كانت واضحة تماما في برنامج الدكتور مدبولي، وهي كلها محاور يعني تؤكد نحن مقبلين على أداء حكومي جديد. هذا الأداء الحكومي الجديد كان ملخصه أن هذه الحكومة سوف تعمل على إرضاء المواطن المصري، وسوف تنكب على الأسعار وعلى السيطرة على السوق، وسوف يعني تسعى الى تحديث الصناعه وتطويرها وتعميقها وتوطينها في مصر. نعم استاذ ناجي، لكن يعني هذه المحاور واضحه وجليه، لكن ما عنوان حزب الجيل لهذه المرحله القادمه في حاضر مصر ولمستقبلها؟ ما عنوانك الابرز والاكبر لهذا البيان الذي القاه الدكتور مصطفى مدبولي؟ لا، احنا هنقول نحن نوعا ما الحكومه الجديده في تنفيذ رؤية حزب الجيل نحو إرضاء الشعب المصري. نحن مع الحكومة الجديدة، وهي تسعى بكل جد واجتهاد لاستكمال منظومة الإصلاح الاقتصادي من خلال تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي سوف تكون قاعدة مهمة إلى الصناعة المصرية. نحن مع الحكومة الجديدة، وهي تخطو خطوات واثقة على طريق تحديث الصناعة وتوطينها. نحن مع الحكومة الجديدة، وهي تاخذ خطوات واثقة نحو توسيع رقعة الأرض الزراعية لكي نرفع شعار نأكل من بأس فلاحنا ونلبس من صنع عمالنا، كي نحقق الاكتفاء الذاتي لكل ما يحتاجه المصريين، ونقلل بذلك الفاتورة الافتراضية الدولارية. نحن مع الحكومة المصرية، وهي تنفذ وعدها الحكومي بأن يكون سياسة تخفيف الأحمال آخرها الأسبوع الثالث من شهر يوليو، وتنتهي إلى غير رجعة سياسة قطع الكهرباء عن المواطنين. نحن مع الحكومة المصرية يتحقق ويتعين هدفها بكل وضوح، انها مش لكل الحكومات الديمقراطية في العالم هدفها ارضاء الشعب ونال رضاه. نعم، هذه الكلمة بالتحديد اكد عليها الدكتور مصطفى مدبولي، فكرة التواصل بين المواطن المصري وبين الادارات المحلية، فكرة التواصل ايضا مع المجتمع بكافة اطيافه واشكاله، فكرة تعميق الثقة بين المواطن والحكومة. أنتم كحزب كيف لمستم هذا السياق، هذا الاتجاه الحالي للحكومة الجديدة، فكرة أيضا التواصل مع الشباب المصري، وأنتم كحزب تهتمون بهذا السياق بشكل مباشر، التواصل الحزبي مع الشباب ومع المجتمع، هذه الفكرة كيف لمستموها؟ يعني بداية احنا كنا أول حزب مصر يتحدث عن رضا الشعب، تحدثنا عنه منذ اكثر من 3 سنوات، واكدناه في الحوار الوطنيه، واحنا سعداء جدا ان اصبح مساله تحقيق الرضا الشعبي
دي منظومه بيتحدث عنها الرئيس وبدايه صداقه في برنامج جامعه رئيس الحكومه. نحن طالبنا اساسا بان يكون هناك تواصل بين الحكومه وبين الشعب المصري، وهذا التواصل اساسا تحقق بالفعل من خلال هذه العلاقه الوثيقه بين الحكومه والحوار الوطني. الحكومه الحاليه فيها 2 وزراء كانوا اساسا في مجلس الامناء الحوار الوطني، وما زالوا مستمرين في عملهم في الحوار الوطني، اولهم الوزير الشؤون البرلمانيه والاستاذ السياسي المستشار محمود فوزي، وهو نفس الوقت هو رئيس الاداره الفنيه للحوار الوطني، ايضا الدكتوره مي مرسي اللي هي كانت عضو مجلس الامناء واصبحت وزير النظام الاجتماعي، وبالتالي هناك تواصل اساسا. الحوار الوطني ده موجود فيها مصر بكل مكوناتها وتفاصيلها، بكل احزابها ونقاباتها المهنيه والعماليه، بكل منظمات مجتمعها المدني، وبالتالي التواصل تحقق من خلال هذه العلاقه المباشره بين الحكومه والحوار الوطني. وفي نفس الوقت انا سعيد جدا لما الاقي اسمع من الدكتور مصطفى مدبولي التاكيد على ذلك اليوم، وكانه يعني يؤكد الوعد اللي قطع نفسه في اول اجتماع لحكومته انه سوف يكون ملف تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واولى اولوياته. الحوار الوطني ده هو نتاج يعني او عصاره بحث ودقيق على مدى عامين من النخبه المصريه حزبيه ومهنيه وعماليه ومسؤول وكيل مدني لكي تقدم رشده وخريطه طريق الحكومه الجديده فيها حلول مبتكره من خارج الصندوق لكل مشاكلنا الحاليه. انا الدكتور مصطفى مدبولي اكد مرارا بانه سوف ينفذ تلك التوصيات، لذلك كل ما يتحدث به الدكتور مصطفى مدبولي اليوم نحن بنرحب به وبنشد على ايده فيه، نقول احنا معاك في تنفيذ هذه الملفات، ويبقى فيها يعني يبقى مصر امتلكت يعني او الشعب المصري العظيم اللي يتحمل عبء الاصلاح الاقتصادي امتلك في المده الرئاسيه للرئيس السيسي الجديد حكومه تسعى لارضائه وتسعى للتواصل بين شبابه وتسعى لايجاد فرص عمل لابنائه الشبان، وتسعى ايضا لان تجعل من مصر مصنع عالمي. نعم. طيب استاذ ناجي، ما بين الاولويات والالتزامات وفقا لطبع المرحله، برايك ما الأولوية القصوى للعمل عليها في المرحلة الحالية للحكومة الجديدة؟ كل الملفات مهمة، ولكن يقف على رأس هذه الملفات هو إرضاء الشعب المصري. مصر مقبلة على تحديات ضخمة، مصر محيطة بها تحديات من كل جانب، حدودها الأربعة مشتعلة بفعل المخططات الخارجية، ما زالت تتحرك على في مصر حتى الآن برغم إحنا أوقفناها في 30 يونيو 2013 أو 3 يوليو 2013. لذلك نحن في أمس الحاجة، أو الأمن القومي المصري في أمس الحاجة إلى تكاتف الشعب المصري، إلى تعاضد الشعب المصري، إلى أن تكون مصر كلها متراصة خلف الرئيس وحكومته، وهذا يجعلنا نسارع بتحقيقه من خلال تحقيق الرضا الشعبي. لذلك ملف السيطرة على السوق، ملف مكافحة الحد من الغلاء وارتفاع الأسعار، يعني ملف يعني تخفيف نهاية عصر تخفيف الأحمال الكهرباء وقطعها عن البيوت وعن مصانع البتروكيماويات والاسمده، دي كلها تقف على الراس، يأتي بعدها على طول موضوع ان احنا نحدث الصناعه ونوطنها ونجعل مصر مصنع عالمي، ونجعل المشروعات الصغيره والمتوسطه هي القاعده الصلبه او العريضه للصناعه المصريه، بحيث هي هذه المشروعات الصغيره والمتوسطه اللي بنمنح فيها للشاب المصري قرض بفائده بسيطه، كما يعني الرئيس السيسي من سنتين يعني طرح 200 مليار جنيه للمشاريع الصغيره المتوسطه تكون هي يعني سلاح مصر لتحقيق لتشييد الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الزائد، وخاصه في مستلزمات الانتاج ومكونات الصناعه اللي تيجي في المرحله الثانيه. المرحله الثالثه ان احنا الان يعني عايزين يعني ان نحقق الاكتفاء الذاتي في الغذاء، وهذا يكون من خلال يعني زي ما الرئيس قال للدكتور مدبولي في كتاب التكليف، ايقاف ملايين الافدنه للرقعه الزراعيه المصريه، بحيث نكون يعني هذه الرقعه الزراعيه تواكب هذه الزياده الكبيره في السكان. كلها ملفات مهمه جدا، وطبعا على راسها ايضا ملف بناء الانسان، وهي كلها بالترتيب ملفات مهمه، ولكن في البدايه لابد ان انا يعني اقوي جبهتنا الداخليه، ازيد صلابتها وترصها، بانني يعني اعمل بكل جد واجتهاد لكي ارفع مستوى حياه الناس كما طالب الرئيس السيسي، وايضا من خلال ان انا يعني اسيطر على الاسواق وحد من غلاء الاسعار. المرحله الفائته استاذ ناجي كانت بعنوان التاسيس للتنميه المستدامه في مصر في
يعني من خلال مشروعات كثيرة، مشروعات قومية في كل المجالات في حقيقة الأمر. وبالتالي إلى أي مدى كان هذا البيان ملبيا لمستهدفات الجمهورية الجديدة التي ننشدها؟ الحكومة الجديدة هي حكومة قادمة جديدة، هي عصر هذه الإنجازات، بل هي التي تحقق في ظلها تلك الإنجازات الضخمة اللي الرئيس السيسي كان عنده إصرار عجيب على تنفيذها في السنوات العشر الماضية. هذه المشروعات القومية الضخمة الآن برغم أنها سابت معناه الإقصامية معناه معيشية المصريين، أنها أصبحت حقيقة واقعة الآن، وأصبحت هي القاعدة القوية لكي نستكمل البناء ونحقق به الاكتفاء الذاتي وترشيد الاستيراد، ونصنع من ونلبس من صنع عمالنا ونأكل من فأس فلاحنا. دي شعارات كبيره جدا اعتقد الحكومه الحاليه في هذه البنيه الضخمه من المشروعات التي اقامتها مثلا في مجال الطرق والكباري والبنيه التحتيه، اعتقد انها اصبحت الان قادره على تنفيذها وباقل تكلفه. الاساس موجود، مطلوب بس احنا نبني على الارض الان ما يجعلنا نحقق اكتفاء ذاتي ونستغني عن الخارج، وبالتالي ان نقلل من الطلب على الدولار، وهو في نفس الوقت تقليل الطلب على الدولار سوف يؤدي الى تقويه العمله الوطنيه. نعم، استاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، اشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك معنا.